إذن النقاش حول هذا الموضوع، نرحب بضيفنا مباشرة من القاهرة، نرحب بالسيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن فيما يتعلق بأصل هذا الخلاف الذي اندلع في الحسكة، كيف نفهمه؟ لماذا انفجر؟ نعم مساء الخير. انفجر لأن عبد القادر حمو وصل إلى مرحلة كان هاجم فيها علي مملوك. علي مملوك يعتبر من الشخصيات الكبيرة لدى النظام السوري، ورفض أن يرضخ لمطالب قيادة النظام بعزله بعد اعتدائه على أحد مشايخ عشيرة جبورة، لأنه جعل النظام بالأساس الذي هو ضعيف الحسكة في حالة مأزق كبير جدا، عندما يتمادى بهذا الشكل كبير جدا، معتمد على حزب الله، معتمد على بأنه قادر أن يفعل كل شيء وقادر أن يقوم بكل ما يريد، عدا تجارة المخدرات، عدا تزييد العناصر لصالح حزب الله، قادر أن أيضا أن يهين شيوخ العشائر. وأن النظام قرر عزل هذا الشخص بعد أن تطورت يعني الأمور مع عشيرة جبور وحاولوا اقتحام منطقة المربع الأمني، تدخل محافظ الحسكة وتدخلت قيادات من النظام مع العشيرة في دمشق من أجل وقف هذا الهجوم على أن يعزل يعني عبد القادر حمو، إلا أنه رفض قرار العزل وقال بأنه لا يأخذ قراره من علي مملوك أو من قيادات من النظام، وقال بأنهم طلبوا منه $3 مليون مجرد يعني للعفو عنه أو مجرد لإبقائه في منصبه، ولكن الأمر كان أكبر حقيقة الأمر من عبد القادر حمو ومن وعده من حزب الله أو من الإيرانيين، لأن الأمر بات يتعدى يعني يتعلق بوجود النظام من عدم وجوده في الحسكة. لو اقتحمت عشيرة جبور المربع الأمني لكان النظام قد انتهى بشكل كامل في تلك المنطقة. فضلوا القضاء على هذا الشبيح، على هذا المجرم، على أن يقوموا يعني اختلاق مشاكل مع عشيرة جبور. وبالتالي حتى نفهم يعني بعد الطريقة التي سيطرت بها دمشق على المربع الأمني والطريقة التي أنهت بها الاشتباكات، خاصة هناك من يقول أن دمشق تريد أن توصل رسالة عبر ذلك، يعني ما هي هذه الرسالة؟ ووصلت إلى القائد الآخر الذي يظهر بالصوت والصورة دائما ويعتبر نفسه قائد في تلك المنطقة في دير الزور، ما يعرف بفراس عراقية أو فراس الجهام، الذي شاهدناه يشتبك مع الأمن الجنائي نتيجة ملاحقة تجار المخدرات، يشتبك مع عناصر أمن الدولة في دير الزور، أي صنع من نفسه دولة ضمن الدولة وهو قائد ميليشيا. وأيضا ميليشيات أخرى في حمص وميليشيات أخرى في حلب تشتبك مع قوات النظام، وأيضا في ريف دمشق النظام ما فعله بإنشاء هذه الميليشيات ومن ثم دعم جزء منها من إيران، جزء من روسيا، لأن نعلم أن النظام يعني مفلس ماليا، فهذه الميليشيات باتت قوة ولا تستمع لعناصر النظام، لا تستمع لضباط النظام، تأخذ أوامرها من داعميها سواء الروس أو حتى يعني الإيرانيين وحزب الله اللبناني، باتت عبء كبير على قوات النظام التي تريد أن تقول لنا بأنها هي التي تسيطر على تلك المنطقة. هل سيستطيع النظام عزل ما يعرف بأيضا فراس عراقية؟ أعتقد فراس الجهام هم حاولوا ذلك في دير الزور، إلا أنه نتيجة الاشتباكات قتل عناصر من قوات النظام سابقا قبل أشهر، وبسط سيطرته هذا الرجل وظهر كقائد في تلك المنطقة. الميليشيات الآن باتت عبء كبير على النظام، هي لا تستمع لقوات النظام، هي تقوم حقيقة الأمر بنصب حواجز وتفرض أتاوات حتى على عناصر قوات النظام في بعض المناطق في البادية السورية. وبالتالي إذا اعتبرنا أن هذه العناصر التي وصفتها بالعبء، يعني أنها تشكل عبء في الوقت الحالي، يعني هناك من يقول أنها تعيش حاليا في حالة قلق وتوجس وخوف، يعني هل تتفق مع ذلك؟ بشكل قطعي، بعد المصير الذي لقاه عبد القادر حمو الذي كان يعتقد بأنه لن يقتل وبأنه سوف يتم إخراجه من المربع الأمني، آثروا قتله على أنه رغم أنه وجه نداء يعني لباهر الأسد ولبشار الأسد قبيل ساعات من قتله، ولكن الأمر أوامر صدرت بأنه يجب أن يقتل كي يكون هناك رسالة موجهة لكل من يريد أن يتمرد على النظام أو حتى على قادة النظام، سواء فراس عراقية أو آخرين ما تعرف بأمن الفرقة الرابعة، الذين لا يستمعون حتى لقرار بشار الأسد وأوامرهم تأتي فقط من إما ماهر الأسد أو ضباط في الفرقة الرابعة، وهم قوات رديفة وليست قوات نظامية. طيب في ظل هذا الوضع ماذا يمكن أن يكون موقف إيران يعني في ظل كل هذا؟ هنا إيران، يعني هنا إيران لديها الآلاف من المقاتلين في دير الزور، هل ستقوم بحماية فراس عراقية أو قادة الميليشيا الأخرى الموجودة في دير الزور؟ أعتقد بأن النظام هو ضعيف في دير الزور، ولكن أيضا في مناطق أخرى كحمص، وهل النظام قادر حقيقة الأمر على قمع الميليشيات التي أنشأها هو النظام بذاته
وكانت ممول سابقا من رامي مخلوف والآن تمول من أسماء الأسد، أعتقد بأن الأمر هو عائق لدى النظام الآن. هل هو يستطيع ضبط الأمور؟ على الأطلاق لا يستطيع. وإيران أيضا لن تفرط بعناصرها مثلما فرطت بفراس عراقية الذي كان وضعه في الحسكة يعني ضعيف جدا خلاف الميليشيات الأخرى الموالية لإيران سواء في حلب سواء في دير الزور. طيب هل يمكن أن نرى في المستقبل القريب نوعا من أنواع التحركات لهذه العناصر في المستقبل القريب كرد فعل برأيك؟ قد يكون هناك محاولة اغتيال لعناصر من قوات النظام حتى داخل المربع الأمني، لأن في رأي يعني عبد القادر حمو كان الذين يجتمعون حوله أما فارين من الخدمة الإنزامية بعض المنشقين أو تجار مخدرات، هو كان تاجر مخدرات ويملك مصانع يملك مزارع حشيش، قبل أيام دمروا مزارع حشيش الذي كانت تعود إليه في ريف القامشني. لذلك أقول سوف يكون هناك حالات انتقام ولكن لن تكون كبيرة، لأنه يعلم بأن قائدهم انتهى وقد تقتل العناصر في وقت لاحق. ولكن هل النظام حقيقة الأمر هو قادر على السيطرة حتى على المربع الأمني بشكل كبير جدا؟ النظام الآن في حالة ضعف دون دعم إيران ودعم روسيا لا يستطيع السيطرة على شيء. طيب سؤال أخير ويتعلق دائما طالما أنكم في المرصد السوري لديكم المعطيات، الوضع الإنساني يعني في الحسكة بعد كل ما حدث كيف هو الآن؟ شاهدنا هناك حالات نزوح، الآن الوضع أفضل وسيعود من يعود إلى المربع الأمني، ولكن المخاوف تبقى لدى المدنيين لأن قذائف النظام طالت الأحياء الأخرى الخاضعة وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتسببت بسقوط خسائر بشرية في صفوف المدنيين. نعم نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا النقاش من القاهرة، السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.